اهلا ومرحبا بكم في بن حمود للسيارات، معكم مهند غلام 050-516-3525. سيارتنا اليوم هي طبعا الماليبو، احنا بنتكلم عليها عرض الشهر. سيارة بيكون معاها الضمان 3 سنوات او 100 الف كيلو، 4 سنوات مساعدة على الطريق، ومعاها التسجيل والتأمين والمخفي زي ما احنا شايفين. هي فول اوبشن، نشوفها من الداخل حالا. السيارة ماكينة 1.5 توربو 4 سلندر 6 سرعات اوتوماتيك، 163 هورس باور زي ما احنا شايفين. الفيس ليفت جديد، فيها الحسات الأمامية وفيها ال LED أمامي وخلفي، ورنجاتها بتكون 18. الأضواء الخلفية LED 3D كمان مع حساسات خلفية وكاميرا خلفية، مع الفرش الجلد تخشيب، ذاكرة الكرسي سائق الوضعين، مع البو سبيكرز، إضاءة أوتوماتيك، فول أوتوماتيك سيتس، مع كراسي جلد مع بريميوم ليذر، تحكم كامل على الستيرنج مع ليذر ستيتشنج، عداد ديجيتال، شاشة كاملة، فتحات يو اس بي ويو اس بي سي، مع تخشيب وهاند بريك زر أو أوتوماتيك، شاشة كبيرة مع بلت إن نافيجيشن وأبل كار بلاي وأندرويد أوتو. مساحة كبيرة جدا ما شاء الله خلفية، هي تعتبر أكبر سيارة صالون في فئتها، مع المكيف الخلفي، فتحات اليو اس بي زي الموجود في المنازل فعلا، زي نقدر نشحن عليه اللابتوب، نقدر نستخدمه في أي استخدامات. ده شكل السيارة من الداخل، طبعا مع بانوراميك سانروف كامل السقف زجاج، ودي المساحة الخلفية. الدبة الخلفية زي ما احنا شايفين كبيرة جدا ما شاء الله، عرض بن حمودة للسيارات على السيارة الماليبو. السيارة بيجي معاها الضمان 3 سنوات او 100 الف كيلو، معاها 4 سنوات مساعدة على الطريق والتسجيل والتأمين، ومعاها المخفي كمان. طبعا قسط شهري يبدأ من 1555 درهم فقط لا غير لمدة 5 سنوات. شرفونا بن حمودة للسيارات أبو ظبي، مهند غلام 050-516-3525. أهلا بكم.